دياش جوزيما. نظن ان كل لاعب راه في المنصب المناسب له في هذه المرحله. ممتاز. وهنا راح يوري حتى ولو كما قال مزيان انه داري الهدف الاول. الهدف الاول خروج كارثي للحارس جوزيمار، وبن سبعيني راسيه ممتازه يسكن الكره في شباك الحارس الكاب فيردي في الدقيقه الخامسه. نشوفوا ان كيفاش حارس مرمى كما قلت جوزيمار اليوم ما خرجش الكوشون، عاودوا نشوفوا هذا كيف كانت كره سهله خرج باش يخرج برك كيما نقولوا. وطبعا الحراس عندهم حاجه واحده، يعني يخرج يضرب الكره او يبقى على خط المرمى تاعو. شوف لا كانت فيه سهوله انا في تسجيل الهدف. نظن انه بن سبعيني شوف حتى صعد وحده، دا راسيه سهله. لا هذا لا ينقص من اهميه الهدف بالنسبه للمنتخب الجزائري. هنا نقولوا لازم ما لازمش نضيعوا كرات سهله مثل هذه. أيوة. شفنا في فعلا فعلا هاي الركنيه الثانيه في راسيه التصويبه ارضيه والهدف في وراي التسلل في رفع للرايه قبل التدخل. كره ثانيه طرح المنتخب الوطني من تسجيل الملائم. نشوفوا انه كيف فريق جوز الاخضر اليوم تقريبا خلف اللقاء وتعديل النتيجه. تعديل النتيجه بطريقه رائعه جدا من ريكاردو دو خورخي. الكلام اللي قلته يا سي ناصر بويش يعني تحقق الارضيه. لا شفنا كيف راك يلحق بسهوله. شوفوا كيف بسهوله شوف كيفاش كانت ممتازه. لا جدا لا وبعد لما تخلي المهاجم لا خلاص لا تخلي له شوت مراقبه الكره المسافات الكره يقدر يحطها وين يحب. شو وين راحت كيما نقولوا في شو شي ما يقدر يدير والو. شو لا الحارس لا 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 ابدا لما تخلي مهاجم يعني العربي السوداني ممتازة ممتازة رائعة جدا. الكرة الأولى في وضعية جيدة برأسية ممتازة في القائم الأيسر البعيد لجوزيمار هدفان لهدف لصالح المنتخب الجزائري. نشوفوا عاود راح كما نقولوا دار روحه في وضع الكرة. الكرة ممتازة أيضا من إبراهيم. هو اللي قام باللقطة هو اللي كان في البداية والنهاية فعلا ممتاز. هاي الوضعية وضعية اللاعب القناص، يعني كنا نتكلموا على الكرات اللي ما وصلتوش. هاي الكرة هذه هي أول لا أول كرة كما يدارها حشت ترجع لإبراهيمي ثم بن طالب. إبراهيمي مرة أخرى 1-2 لإبراهيمي ثم هاي الوضعية لتسديد ربما لا المراقبة يعني الكرة كانت طويلة شوية. يبحث عن السرعه زادوا في الريتم تاع اللعب. نشوف كيف فريق كاب فيردي وجد صعوبه الان فعلا. غوميز ريكاردو الذي فعلا لابراهيمي وضعيه اللي لازم في كل مره نحسن استغلالها. وهذه المباريات اللي ممكن يعني نطبق فيها الطريقه اللي ممكن في كره القدم. ابراهيمي يتقن ويحسن هاو ابراهيمي ممكن ارضيه والهدف. والهدف لا يا ابو نجاح ماذا فعلت وماذا ضيعت الكره الاولى. معليش خليني معليش خليني نتكلم على صعوبه ان شاء الله. لا نشوفوا الكره الاولى القائم هاي رجعت له. لا ما نضيعش ما نضيعش مثل هذه. قيمته هي اكثر من 8 ملايين فعلا. هاي كرة أرضية ممتازة إبراهيمي. أوه واحد انتظر في القائمة الثانية. نستغل مثل هذه الكرات لأنه كما نقولوا دي كونتر هذو ما مرتدات مثل هذه لازم تكون أهداف. لازم تكون أهداف. منذ قليل لازم المنتخب زاد هنا في الكرة هذه محرز زاد فيه لمسة ولمستين أيوه في الوقت اللازم يعني في التايمينج اللازم. هذا هاي كرة ثابتة محرز ربما أو أبو نجاح. تصويبه من بعيد ونجاح القوة ممتازة. ممتازة الكرة راحت مباشرة كان فيه سقوط يعني سقوط الكرة لا اول اللي هو جونين هو اللاعب تاع اولمبيك ليوني هو يسجل مثل هذه وكانه يلعب ضربة جزاء يعني. لا ضربة جزاء لا عنده لا الكرة ميت كرة الميت.